يا صباح الخير وحياكم الله ويا هلا. احنا اليوم السبت 9/7/1440. طبعا انا عند موقع شهير جدا شمال منطقة حائل. وش الموقع هذا؟ هذا الموقع اسمه مقمز الفرس. تعود قصة هذا الموقع، طبعا هذا هو الموقع شايفينه، هذا هو الموقع اللي امامنا. تعود قصة هذا الموقع انه كان في خيل مسرعة مع هالمكان هذا، فكان في صخرة كبيرة، فالخيل على سرعته قمزت الصخرة هذه، فسمي المكان هذا اللي تشوفون هذا هو مقمز الفرس زي ما تشاهدون. طبعا الموقع هذا كثير ناس ما يعرفه، يقول أنا أسمع بقصة موقع مقمز الفرس أو شو اسمه الحادثة هذه، ولكن لا أعرف أين موقعه. موقعه يقع بين قرية السفن على طريق جبة وبين نقبين، في جبال إجا طبعا في مدينة حائل، مقابل محطة العرجال على طريق جبة، يبعد عنه تقريبا 100 متر فقط. فأتمنى أي واحد يعني يبي يجي يشوف المكان هذا ويطلع عليه، أو من خارج مدينة حائل. حبينا نعطيكم معلومة بسيطة عن هذا الموقع اللي خلفي الآن، هو مقمز الفرس. تحياتي لكم وفي أمان الله.